صباح الخير. الفيديو ده لأي حد يعني بدأ معانا إجراءات فيزا السياحة وعايز يعرف إيه الورق المطلوب أو المعلومات اللي يحضرها قبل ما نقعد، عشان بس إحنا بنكتب الأبليكيشن، والفقرة الأهم قوي اللي إحنا بنحضر المقابلة حسب قصتك الشخصية. طيب، أول حاجة إحنا في حاجتين طالبينها، ورق ومعلومات. أول حاجة الورق، بتحضر صورة شخصية لكل فرد من الأسرة، 5×5، خلفية بيضاء، تمام؟ كل واحد تقول المصورات عايز صورة سوفت يعني على الايميل او على الواتس، وصورتين هارد مطبوعين، كويس؟ كل شخص جواز سفر ساري، الهويه الاي دي سواء بطاقه رقم قومي مصر او الكويتيه او اي دوله انت عايش فيها، لو متجوز عقد الجواز وترجمه، لو عندك اطفال شهاده ميلاد الاطفال بس وترجمها، طبعا اللي شغال فيكوا زوج او زوجه بتجيب شهاده راتب، اذن عمل، اعتماد توقيع، طبعا لو عايش في مصر او اي دوله تانية ممكن ما تبقاش فاهم الكلام ده، يعني هي ورقه الاتش ار او شهاده الراتب بس، لو انت صاحب شغل بتجيب لي اثبات البيزنس سواء الرخصة التجارية، الشراكة، الكلام ده كله، انت بتبقى طبعا لو عندك بيزنس هتبقى عارف الكلام ده. طلع كشف حساب بنكي 6 شهور اللي بينزل عليه مرتب او اي كشوفات تانية عندك. لو عندك في مصر كشف حساب برضه تقدر تطلعه اونلاين كويس قوي، لو عندك ممتلكات في مصر وتقدر تترجمها ده يبقى كويس جدا. ده بخصوص الورق اللي انا عايزه مبدئيا. طيب، في معلومات برضه بتبقى مطلوبة للزوج وللزوجة. يبقى للزوج وللزوجة. ايه هي المعلومات؟ اسم الاب والام لكل زوج، يعني الزوج اسم باباه ومامته وتاريخ ميلادهم، والزوجه نفس الكلام. لا، تليفوناتك وايميلاتك اللي استخدمتها اخر 5 سنين، اللي فاكره اكتبه، مش فاكر خلاص. طيب، اشغالك اللي اشتغلتها اخر 15 سنه لو تقدر تجيبها، افرض واحد متخرج لسه من 3 4 سنين او من 10 سنين. خلاص، يعني المهم شغلك كله من ساعه لما اتخرجت. كل شركه بقى عايز اسم الشركه، عنوانها، تليفونها، وتاريخ الالتحاق بالشركه والنهايه بتاعتها. خلاص، لو ليك قريب في امريكا درجه اولى عايز تذكره، هتبقى صوره جوازه الامريكي او الحاله بتاعته زي الجرين او الكلام ده كله، تليفونه، ايميله، عنوانه. يا ريت يا جماعه يعني كل حاجه انا قايلها دي تبقى محتاجين عشان تسهل ملي الابلكيشن، وعشان ناخد الوقت الاكبر في تحضير المقابله لما بنسمع قصتك اللي حصلت معاك، ده اللي بيفرق بقى في المقابله ان شاء الله. تمام. بعد كده بيانات، لو انت طبعا الزوج هيجيب لي بيانات الزوجه، صوره جوازها بس، محتاج اسمها، تاريخ ميلادها، مكان ميلادها. لو انت راجل وخدمت جيش بتقول لي اسم السلاح ومكانه وتواريخ الخدمه، بدايه والنهايه، يوم، شهر، سنه، واي حاجه انا كاتب فيها تاريخ زي مثلا الشغل، مثلا تاريخ الالتحاق والنهايه، يفضل يوم، شهر، سنه، تاريخ ميلاد الاب والام، يوم، شهر، سنه. لو مش فاكر قول لي انا مش فاكر وهنشوف. خلاص. اخر حاجه السوشيال ميديا، الفيسبوك، الانستجرام، التويتر، اللينكد ان. عايز اسم الاكونت اللي تحت الصوره، يعني مثلا انا اسمي رجاء شكرالله، يبقى ده اسم الفيسبوك، الانستجرام نفس الكلام. خلاص، الفيديو ده شوفه كويس، يعني هيسهل لك حاجات كتير عشان قبل ما نتقابل ونخطط للمقابله هتمشي ازاي. شكرا.